رح نحكي عن التبادل المعرفي اللي هو من أبرز العوامل اللي بتؤدي لتوسيع الآفاق العلمية والعملية واللي بتساهم بتطوير أي مجتمع وارتقائه نحو الأفضل. اليوم مشاهدينا رح نتعرف على مبادرة التبادل المعرفي مع ضيوفنا يلي صاروا ضمن الاستوديو ماريا اليسع ومحمد غزال مدرب ضمن مبادرة التبادل المعرفي وماريا المؤسسة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم يا أهلا وصباح جميع العاملين بقناة الإخبارية، ورمضان مبارك علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نحكي عن المبادرة بشكل أوسع. لما أقول تبادل معرفي أو معرفة شيء كتير جميل، لأنه نحن بحالة عطش دائم للمعرفة. قد ما الإنسان يمكن تطور وتعلم، دائما الشيء الوحيد اللي هو ما بيوقف عنه هو المعرفة. فلما أقول تبادل معرفي يعني بعتقد مفهوم كتير كبير فينا نتوسع فيه، بس خلينا نحكي بالبداية عن المبادرة شو هي. تمام. كيف بلشتوا فيها؟ مبادرتنا مختصة لتقدم خدمات لطلاب كلية الهندسة المعمارية. ليش؟ لأنه نحن أي بناء بنشوفه على أرض الواقع نحن شفنا نتيجته النهائية ما بعد التنفيذ، بس هو سبقه عدة خطوات لحد ما شفنا هذا العمل بنتيجته النهائية. أول خطوة المعماري بيقوم فيها هي خطوة التحليل والتفكير، وضع الأناليسيز، وضع الكونسبت للمشروع. طول ما هي الأفكار هي بذهن المعماري فهي صفية مجرد خيال. لحتى تتنفذ على أرض الواقع لابد أنه تنتقل أولاً على الورق. صحيح. لحتى تنتقل على الورق المعماري بحاجة يمتلك مهارة الرسم اليدوي، السكتش. ثاني مهارة هو بحاجة أنه يمتلكها، أنه هو يعرف ينقل هاي الرسومات من الورق على اللابتوب. فكمان هو بحاجة أنه يمتلك مهارة استخدام البرامج الهندسية المتنوعة. هدول المهارات ضمن الكلية عم يكون التطرق لهم كتير بسيط، وتعلمهم عم يكون الاعتماد الأكبر ذاتي من قبل الطالب. فبالتالي هو بحاجة أنه يتوجه للمعاهد لحتى يأخذ هاي المهارات يعني عم تكون تكلفتها باهظة على الطلاب، خصوصا بعد الأزمة والنكبات اللي تعرضنا لها والحالة الاقتصادية اللي صارت مو كتير تمام للأغلبية. فنحن من هون اجينا لحتى نساعد الطلاب انه نقدم لهم هاي المهارات بشكل مجاني. تمام. هاي المهارات كثير ضروريه لحتى طالب العماره يقدر يعبر عن افكاره، يقدر ينجز المشاريع، يقدر يطور مستواه سواء كان طالب او سواء ما بعد التخرج بالعمل. يعني هي الفكره بلشت من لما نحن بلشنا نتعلم هاي المهارات وغيرنا ما تصح له مع انه هو بحاجتها. فنحن مستوانا يتطور، غيرنا يضل بمكانه. فكتير طلاب مثلا ممكن انه توقف عدة سنوات، او ممكن انه ترسب او مستواها يصير ادنى من بقية الطلاب. فنحن لهدول الطلاب اسسنا هي المبادرة. تمام. استاذ محمد، خبرنا اكثر عن اهداف هي المبادرة، شو التسهيلات اليوم اللي عم تقدموها للطلاب من خلال هي المبادرة؟ هلا هو بشكل عام الهدف، يعني نحن كان عندنا قسمين من الاهداف، هدف تعليمي وهدف فينا نقول عملي. تمام. الهدفين تشابك اكيد مع بعض، بس بالنهايه نحن قدمنا ورشات، هدول الورشات هن تعليميه. تمام. هذا كان من احدى الجزء التعليمي يعني، والعملي قدمناهم من خلال جلسات حواريه. فانطلقنا بهدول القسمين اللي توزعوا على تقريبا بحدود هي باخر المنتج النهائي الفعاليه، تقريبا بحدود 12 ورشه تدريبيه. هدول الورشات التدريبيات كانوا مستهدفين عدد منيح كبير من الطلاب. يعني نحن بالجزء النهائي وصلنا من بعد كامل الجلسات مع الورشات بحدود 400 طالب من كلية الهندسة المعمارية، طبعا ما بين جامعة دمشق وما بين الجامعات الخاصة يعني. زائد انه الجلسات الحوارية عم تنقل الطالب بسنواته الأخيرة لسوق العمل، ليقدم على منح جامعية لحتى ينتقل ما بين هو كان طالب ما بين فليان صار مهندس. صحيح. ويمكن لما نقول الجانب العملي جدا مهم من خلال الدورات التأهيليه اللي عم تقوموا فيها لدخول الطالب لسوق العمل. اول شيء بيخطر على بال الطالب انه هي الشهادات كيف بيتم الحصول عليها بعد الدوره التدريبيه، قديش معترف فيها اليوم؟ لانه اي شركه اليوم او اي مكتب بده يشغل طلاب جداد، اول شيء بدهم يسالوا عن الخبره بسوق العمل، الشهادات الحاصل عليها. فمن حق الطلاب يعرفوا هي بعض التفاصيل اللي نحكي عنها اكثر. هن حتى بالاخص انه اللي هلا صاير من سوق العمل انه اي مكتب حيحتاج شهاده خبره سنتين كذا، حيقدم هدول التسهيلات. فنحن بدنا الطالب سلفا من هو وطالب يحاول يشتغل، يعني يحاول ينتج، يكون منتج بالمجتمع، ما هو فقط انه انا عم بدرس. اوكي انت فيك
تدرس وفيك تنتج بوقتك يعني. تمام ماريا، يعني ببداية حديثك ذكرتي انه في كثير مهارات عديدة المفروض انه طالب الهندسة المعمارية يكتسبها، كيف ممكن اليوم هدول الطلاب يكتسبوا هي المهارات؟ مثل ما قلنا هو عم يكون التعلم ذاتي لهي المهارات، فإما عم يتوجهوا للمعاهد كرمال يكسبوا هي الخبرة وهذا العلم، أو عم يتوجهوا لليوتيوب. بصراحة البحث على اليوتيوب عن كورس مرتب عم يكون كتير ضياع، يعني ممكن متعب جدا، وممكن يضوعوا أيام لحد ما هن عم يجربوا كورس رد عم يلاقوا إنه لا مو مناسب، رد أنا بدي أبحث عن غيره. فنحن اللي عملنا إنه قدمنا لهم المادة العلمية مختصرة، أهم المعلومات اللي ممكن يحتاجوها خلال سنوات الدراسة الخمسة أو بعد التخرج ضمن 12 ورشة تدريبية. قد ايه مدة الورشة تقريبا؟ مدة كل ورشة عم تكون أسبوع، يعني حوالي 5-6 أيام عم تكون ورشة مختصرة سريعة ومكثفة. قدمنا لهم فيها جميع البرامج الهندسية، برنامج الأوتوكاد المعماري، برنامج الريفيت المعماري، برنامج اللوميون، برنامج الـ 3D S Max اللي كثير مهم لسوق العمل للإنتيريور والإكستيريور ديزاين، كمان برامج الريندر، كورونا، فوتوشوب، لوميون، إضافة لمهارات الرسم اليدوي. بالنسبة للجلسات اللي حكى عنها الأستاذ محمد، قدمنا لهم الأشياء اللي هن عم يتساءلوا عنها. يعني نحن عملنا سيرش، درنا بين طلاب الكلية، سألنا إنه شو أكثر الأمور اللي شغلة بالهم خصوصي بالسنوات الأخيرة أو مرحلة ما بعد التخرج، إنه بيكون في ضياع كبير. فنحن كرمال نختصر عليهم، نعطيهم تجربتنا اللي مرينا فيها لحتى ما يقعوا بنفس الأخطاء ويتجاوزوا هاي العثرات. بس يمكن محمد ما جاوبني على السؤال بشكل واضح، إنه هاي الدورات يعني معترف فيها بياخدوا الشهادات ولا لما كمل أنا 12 دورة لأحصل على هي الشهادة؟ هو بصراحة موضوع الشهادات، نحن هون ضمن سوريا، أنت لما بدك تقدمي على سوق العمل بمجال الهندسة بشكل العام هن بيطلعوا اكثر على عملك. صحيح هذا معروف، بس احنا كمان شهادات مهمه. تماما. نحن كونه ورشه ما انا كورس، فالافضل انه نحن نطبق اكثر. بالنهايه الورشه هي اوكي وجودها كثير منيح بيكون بالنسبه للمهندس، بس نحن ورشه يعني مدتها قصيره وعدد ساعاتها بجوز تكون، حتى لو ختم 12 ورشه لا يحصل على شهاده. هو بالنهايه الطالب ما انا موجود ضمن 12، الطالب موجود ضمن كورس لمده اسبوع. هذه الورشه هي فقط مع برنامج واحد. اما هو ما في تكرار، يعني نحن بنحاول حتى نستفيد اكبر شريحه من عدد طلاب الهندسه المعماريه، فبنحاول الطالب ياخذ فقط برنامج او برنامجين بالكثير. هو في فكره هون انه نحن انطلقنا من حاجه الطالب. الطالب هو ما له بحاجه اكثر من برنامج او اثنين خلال العام الواحد، اذا اخذ اكثر من هيك صار شيء ضرر بالنسبه له، لانه هو عم يراكم برامج فوق بعضها دون ما انه يمارس بالبرنامج الواحد فتره منيحه عده مشاريع لحتى يوصل فيه للاتقان. فالطالب عم ياخذ كورس واحد او كورسين ما بين برنامج رفع 3D وبرنامج ريندر. وطبعا نحن ورشاتنا عم نفتحها مره او مرتين بالعام استنادا لحاجه الطالب. تمام. وكمان حتى تعقيب على هذا الموضوع، احدى الجلسات الحواريه اللي تقدمت إلى علاقة بالتحضير للبورتفوليو المعماري والسي في. نحن لما بنقدم أي مقابلة عمل كيف بدنا نكون متحضرين لهذا الشيء، أعمالك كيف بدك تعرضها، يعني موضوع حتى إذا نحن قدمنا له شهادة، هي الشهادة كيف بدك أنت تعرضها على المكتب اللازم أنك أنت تقدمه. طبعاً من قبل مختصين بالنهاية هن يعني حيكونوا خريجين أو أصحاب مكاتب. صحيح. عم بيعملوا انترفيو مع أي حدا فعم بيواجهوا مشاكل. بيكونوا مختصين أكثر. تماماً. تمام ماريا، خبرينا أكثر عن الفعاليات يلي شاركتوا فيها اليوم. تماماً. هلأ نحن بدأنا من سنة ونص بشكل كثير ضيق، النطاق جدا صغير، يعني كنا حوالي 5 أو 7 أشخاص، كل حدا متعلم برنامج ببداية تعلمنا للبرامج، كل حدا عطى برنامجه للخمس أشخاص البقية، فهو عطاهم برنامج واكتسب 4، فصارت مثل عملية تبادل معرفي عن نطاق ضيق. بعدين بعد حوالي 6 أشهر نحن نقلنا هذا الشيء على أرض الواقع لنطاق أوسع، ولحتى ندربه لطلاب كليتنا. كانت من عام تقريبا بالتشبيك مع الكلية افتتحنا هاي الورشات ضمن الكلية. ورشاتنا الثانية أو تجربتنا الثانية كانت قبل شهر رمضان المبارك، استمرت حوالي 3 أشهر ما بين شهر ونص تحضير وشهر ونص تنفيذ على أرض الواقع. فتحنا 12 ورشة تدريبية ما بين ورشات وجلسات حوارية. الجلسات مثلا تناولت إنه كيف أنا أعمل مشروع تخرج ناجح،
كيف أقدم على سوق العمل وعلى الفرص، إتكيت التعامل ضمن المكاتب والشركات، كيف أقدم على المنح الجامعية بعد التخرج. يعني حاولنا أغلب الأشياء اللي بتشغل بال الطالب إنه نحنا نجاوب عنها ضمن جلساتنا وضمن ورشاتنا. طبعاً مثل ما قال الأستاذ محمد، استفاد شريحة كبيرة حوالي 400 طالب وطالبة من طلاب الكلية، إضافة للناس اللي استفادت من الأونلاين. يعني نحن عم نحاول لسه نطور الفريق أكثر ونتوسع باتجاه الأونلاين لنوسع الشريحة المستفادة. نحن دائماً واجهتنا المشكلة إنه الاستيعاب القاعي كان بالفترة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك، كان لنا مشكلة إنه ما فينا نستقبل عدد كبير. يعني إحنا اللي يسجلوا على الاستمارة كانوا تقريباً في عدد محدود اليوم. لا، لأنه بالنهاية اللي يسجلوا على الاستمارة هنا بحدود 150-200 والاستمارة تنزل 24 ساعة. فنحن شو حنعمل؟ يعني القاعة حتستوعب بالكثير 25-30، أوكي وين حنحط كل هدول الناس؟ فبلشنا نقترح إنه خلينا نكون أونلاين مع الطلاب. هلأ هي تجربة كثير بصراحة أنا استفادوا عليها وكانوا عم يتابعونا، يعني إنه أوكي حتى يسألونا على البث المباشر موضوع إنه ممكن تسألون المدرب. هي القصة يعني كانت حتى تفاعلية أكثر ما أنا هي خلص إنه الكوتش جاي يقدم هدول القصص ويطلع، لا هي فيها تفاعل. ويمكن استثمار الأونلاين هيدا أجمل استثمار من خلال المعرفة والتعليم، بيختصر وقت ومسافة ومجهود مادي حتى. خلينا نحكي، عم نقول بلشتوا من 3 سنين، كنتوا بدائرة صغيرة عم تتوسع، بس اللي لفتني أنه أنتوا مختصين فقط بهندسة العمارة. ممكن يكون في تجارب لتبادل هيدي المعرفة، يعني هي الثقافة مع الكليات الأخرى، تتوسعوا بهيدا الإطار أو تشبكوا، يعني أنتوا تكونوا الفرع الأساسي وتشبكوا مع الكليات الأخرى. وهي أحد أهدافنا وأحد أسباب ظهورنا بهاي المقابلة. مشكورين على هاي التجربة جدا لطيفة وجميلة، يلي هي إنه نحن بالبداية نشجع على فكرة التبادل المعرفي. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. صحيح. فنحن إنه نشجع على العمل التطوعي بشكل عام، نشجع على فكرة التبادل المعرفي سواء على مستوى فردي. يعني أنا جالس زميلي قال لي الفقرة الفلانية ما لي فهمانة، أنت فهمانة مثلا ممكن تساعدني، أنا ساعد وصير أتشجع أني أعطي ما أحبس المعلومة. أو على مستوى جماعي إنه نحن يصير عندنا فرق تانية، ممكن بكليات تانية، ممكن يصير تشبيك بيناتنا مثل ما قالت الأستاذة، يعني يكون في فريق أساسي وفرق ببقية الكليات. فنحن هذا سبب ظهورنا بهاي المقابلة كرمال الفكرة. حاطين أهداف، يعني في رؤية واضحة لقدام إنه في خطط لعملية التشبيك ولا فقط أمنيات؟ لا، هي في خطة. هي بالنهاية نحن أكيد موضوع هذا الشهر ونص اللي ما قبل موضوع البداية بهاي السنة كانت عبارة عن خطة لحتى نحن نشوف مين الممول، الأماكن، الاستمرارية. يعني أحياناً نحن كتير بنشوف فعاليات هن ببلشوا بنص الفعالية ما بقى منشوفهم، يعني هن وين. فهلأ نحن إنه حاطين بالنهاية خطة إنه لوين بدنا نوصل، وهل نحن حنعطي هاي الفقرة ونخلص لما لأ نحن حنرجع نعيدها. تمام. حتى موضوع الاحتكار اللي كانت عم تحكي عليه، إنه أحياناً طلاب عم تحتكر كتير المعلومة. فنحن ما بدنا هذا الشيء بصراحة. بنفس الوقت الفريق كامل اللي كان معنا هنا من كذا اختصاص، فتحمسوا ان هن ينقلوا هي التجربه لاختصاصات اخرى. صحيح. حتى صاروا انه يا ريت لو نحن عندنا هيك فريق، انه فينا انه نجيب لكم اشخاص هن خبره باختصاصاتنا ونرجع نعمل هيك شيء ان شاء الله. نتمنى. بدنا نتشكر كثير وجودكم معنا. مؤسسه مبادره التبادل المعرفي ماريا اليسع، اهلا وسهلا فيكي. ومحمد الغزال مدرب ضمن مبادره التبادل المعرفي، اهلا وسهلا نورتونا. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على هاللقاء اللطيف وان شاء الله يكون فيه النفع. يعني اكيد بنشكركم. بالختام نتمنى هي التجربه تتوسع، لانه الهدف الاساسي من التبادل المعرفي. صحيح. ولما نقول عم تتوسع بهذا الاطار عم تحقق الهدف الرئيسي. نتشكركم اكيد. شكرا.